قضية أنه كان إطارات ووزارة يعني ومسؤولين كبار يتحصلوا على بزاف دفاتر الحج، بينما أنه المواطنين ما لقاوش يروحوا الحج. هل هذا صحيح؟ أولا أنه دائما يثير جدل، يعني يقولوا بلي شغل الوزارة يدي 20 دفتر حج و 30 دفتر حج. أنا تعينت وزيرا في شؤون الدينية والأوقاف التي تشرف على الحج. هي الوزارة المعنية. أعطي لي جوازان سنة 2014. يعني وزير الشؤون الدينية والأوقاف عنده جوازان فقط. فاحتجيت قلت هذا قليل، أنا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أضيف لي جواز، ديت ثلاثة. والسنة اللي من بعد ديت ثلاثة وزادوا لي اثنين وليت خمسة. و2016 خمسة. والسنة هذه لعلي ندي لعلي ما نديش. يعني شحال معدل حكاية 10 و30 و40 و100 هذه أنا لم أراها وأنا وزير. أعرف بأنها كانت موجودة من قبل، لكن الأمور تعود نظمت من جديد. والذي أريد أن أقوله أن الوزير اللي ادى ثلاث جوازات محدثك، وين راحت الجوازات؟ أنا أعطيت جواز لوالدتي وجواز لزوجتي وجواز لأخي ليرافق أمي في الحج. هذا هو المعمول بالجواز، الجواز ما راحش يروح في فضاء، يعني لعائلة المسؤول. عائلة المسؤول تقريب. وقادر لو كان عائلة المسؤول ما تحج هو يعطيه لموظف عنده طبعا. يعطيه لعائلة طلبته، يعطيه لفقير يريد أن يحججه. نعرف أن كثير من المسؤولين يمد الجواز ويمد مبلغ الحج لفقير من فقراء حيه او طبعا. حتى كان المسؤولين شفناهم يعني يديروا قرعه في مسجد يعني ويختاروا ثلاثه نعم. وحتى شيوخ الزوايا الذين ياخذون عددا من الجوازات انا اعرف بانهم يقومون بالقرعه ثم يسلمون الدفاتر لمن يخرج في قرعه بعنوان زاويتهم. هذا تكريم من فخامه رئيس الجمهوريه يكرم شيوخ الزوايا الذين عندهم كثير من الطلاب وكثير من المريدين حتى يعطيهم مكانه اجتماعيه. أما الجواز ما هوش يروح في الفراغ يعني. يعني مع الوزير تنفون قضية 20 30 أنا لا أعرف، لا أعرف مسؤولا الآن يدي 20 30.